يعني اغتيال عبد بن رمضان، انت عندك في هذا الامر شهاده تاريخيه ربما هي ايضا مثيره، ماذا بيا تحكي لي يعني على كيفاش شكيت انه عبد بن رمضان مات، كيفاش شرحت الكريم بالقاسم، وش قال لك الكريم بالقاسم الى اخره. هو عبد بن رمضان انا ما عرفتوش من قبل، عرفته لما خرج من الجزائر، لقيته في تطوان مصادفه يعني، ولدني هو يسمع بيا وانا نسمع بيه، لقينا خرجنا انا وياه قصرنا مده واحد الساعه والله فرقنا، كان مطلع على النظام، كان مطلع يعني على كانه كنت في المواليد. ومشاو خطره اخرى ثاني مصادفه زدنا تلقينا نهار اللي جاو باش فينا انه جريده ريزيستونس وقيلا اللي كانت في ذاك الوقت ولا المجاهد ما نعرفش عقل في تطوان، هو جاء باش يديو الجماعه اللي كانوا يخدموا في تطوان في الجريده، وجريده زدنا تلاقينا زدنا قصرنا شويه ومن بعد خلاص هو جوج اللي صارت اللي كانوا معاه. واحد الوقت انا كزياده على السلاح كانوا كلفوني بالنظام تاع لافيل دو طونجي تاع المدينة تاع طونجي. هنا هو النظام كي اللي تزعزع شوية تما، قالوا لي غادي تروح تشوف انت تعرفها مدينة طنجة. مدينة طنجة مشيت انا واحد النهار يعملوا لي تليفون قال لهم الجماعة يجيو غدوة من تونس، ماذا بك تستقبلهم في المطار. في الليل يعاودوا تليفوني ما تروحش للمطار، هم الجماعة ما يجوش. انا غدوة من ذاك باراكيت كونسيونس كيما يقولوا خدمت الطوموبيل تاعي ورحت للمطار. قبل ما نوصل المطار نسيب واحد المناضل نعرفو حبست، قال لي اخي قالوا لك ما تجيش ما يجوش الجماعة. صافي انا قلت له المطار تاع باباك والله انا نتكلم معه ونشوف محمود الشريف واحد القنت ليه وصمم قال لي قالوا لك ما تجيش كذا كي شفت محمود الشريف ليه قلت هذه بالك كان الناس اللي يجوا ما يحبوش يعرفهم انا رحت وليت ما يدخلنيش كيفاش هذا روح وما يجيش. اذن هذاك النهار اللي جابوه الصباح كيعيطوا لي ما على بالهمش بلي انا نعرف عبان كي لحق مع كريم السيتيرا يمكن قال لهم شكون يجوا استناونا قالوا له مصر بودور قال لهم بابا بابا يعرفوا الكريم بالقاسم. كريم بالقاسم ومحمود الشريف. محمود الشريف ما نعرفش بلي كريم يعرف بلي انا تعرف انت عبان رمضان. دخلني الشك ولا ني سومبليس ما على باليش انا بلي عبان ولا كذا، قلت بالك مسألة سرية ما حبوش نعرفها وسلم. بعد الكيفية هذه قعدنا هكذاك ما بلش خبروا. جاتني الميسيون كانوا يحكموا لنا بخيرة تاع السلاح الفرنسيس، كانوا شروها هذا قدنيش اللي كان مسؤول عليه في واحد الوقت في الارمومو مع فتحي الديب تاع مصر. الطيارات قبضت، انا اللي باع لهم السلاح كان قدموه لي جاني للمروك قدموه لي واحد الخطره قولوا له مسيو دو بوتسي. جاني هذا قدنيش قال لي ودي تروح حين لزوريك الى الجاري الفرنساوية فاقوا قالوا صابوا الادريس وكذا في الكونيسمون تاع البابور. قلت له ودي انا مانيش تحت مسؤوليتك خلاص مسؤوليتك انا. قال لي لا، قال لي هو سوف يتسناك في مدريد وروح اليوم. فعلا رحت عطاني الادريس تاع الاوتيل في كان بوسوف الحل صبت مسي مبروك بوسوف. قال لي انا اللي قلت لهم يبعثوك انت لا تجي تقفز وكذا. قلت له صح بصح قال لي هذا قال لي كي تكمل لا ميسيون تاعك تبقى تما حتى نجي. قعدت 15 يوم باش شفت انا هذا النبوت هذا تكلم لي تكلموا لي على لاسيرونس وكذا هي ما كان. واحد الليله
قبل ما التحليل خرجت من الوطن في لا غروند دافي تاع زوريك هذه، نمشي حتى واحد جاي نشوف فيه من منين جاي، كي لحق عندي دور هذا الكولوس، وهذاك السيد اللي ما شاديك بقاك في راسي نعرفه فين نعرفه ما نعرف. مشينا 10 سنتيم بينو بينو، كان واحد تي بيرو شاك تي باش تاع قال لي سوني با زانو انكور، هذا ما سمعت منه. انت ما عرفتوش؟ نعم ما عرفتوش شكون هو؟ لا بعد نقول لك. مشينا في لاكار ديريكت اللي قال لي شنو شيت جرانا انجليزي هو وصل للبون، ولينا كان واحد البيس حابس، جيت باش نطالج باش يطلعوا لي تلور الليل بدا يطيح والراجل الكوستو وانا نمشي مسلح، عرفتها باللي تاع الفرنسيس. فات تاكسي ضرب ديك التسفيره تاع الجزائر، شاف فيا قلت له ورحت نجري. رحت نجري علاش؟ كانوا علمونا بكري هذه لو كنت تصير كيف تسلكوا مشاكل في بلاد حره ديروا سكوندال باش تجي لابوليس تاع البلاد هذيك خير باللي قتلوكم ولا كذا كذا. كان عندك شيء اللي صار في الطاكسي هذا، قال لي كيل ديريكسيون، قلت له لا بروشان ستاسيون تاكسي، يعني تاكسي القريب يعني المحطه القريبه. قال لي بي فوزون دون سان تاكسي، قلت له نو عندي ميعاد تما. رحت ونطل نشوف اللي ما تبعوناش، لحقت التاكسي هذاك خلصته راح، شفت باللي ما تبعوناش خديت تاكسي اخر رحت ديريكت للوتيل اللي كنت نازل فيه، رفدت حوايجي وبدلت لوتيل، قلت بالك نبعثو من لوتيل ولا كذا. انا نخمم نخمم نصيب شكون هو هذاك، كان كوميسير لا بيير شاهنا في الجزائر، وجاو يبيركسيسون عندنا في بلاد قبائل واحد اربع خطرات، دونك عارف باللي هذا جزائري. تما بدلت قعدت مدل حق الدكتور دانسان اللي قال لي تسناني حتى نجي، كي لحق كان السيناره باش يجتمع في مصر في 57، كي جا دريس هذا قلت له عطيني الدراهم خلصوا لي الدراهم وكذا، عطاني الدراهم قلت له راك رايح للقاهره، قال لي ايه، قلت له نمشي معك، قال لي لا ما يحبش بوسوف، قلت له اسمع انا رايح بيك ولا بلا بيك، بغيت نروح معك اللي انت تعرف مصر انا ما نعرفهاش، بصح انا رايح نضرب كان عندي الباسبور عندي في دار مونش انا وياه. لحقنا لمصر صبت بوسوف، صرت جماعة عمران كريم جماعة لنا بطلب واللي نعرفهم كامل كانوا تما. إيه خص عباد، عباد ما كانش، قلت أنا بالك خلوهم في تونس ولا في طرابلس، وهذيك هي فين داروا عمران هو اللي خطر الديبارتمون تاع اللوجيستيك، هناك نخدم مع ديال هذا عمران. عمران تفهمنا، قال لي عملت غدوة تدخل للمروك، قلت له لا، قلت له ماذا بين فوت على طرابلس وتونس ومن بعد نمشي. قال لي واش ندير؟ قلت له باش نشوف كيفاش نظموا هما السلاح باش نديروا كيف كيف. قال لي روح. لحقت انا لطرابلس تلاقيت مع هذا عمر حداد اللي قلت لك كوندانيا مور من 47 يعرفني عبن، قلت له عبن كاش خبر عليك؟ قال لي هذو الشهور ما شفناه. قلت بالك خلوهم في تونس، لحقت لتونس كذلك سمت على طالبي قال لي ما كاينش خبره. ثم الفيلم هذاك بدا يدور تاع الناس اللي جا قالوا لي تتسنى وما يجيش، بعد قالوا لك ما تجيش، ايه بدا تخدم لي في راسي. كريم في ذاك الوقت عطاو له للمينيستير دو لاكار، راح له في البيرو وزاره الحرب. نعم قلت له كريم ماذا بيا نشوفك، انا رايح طول المره. كريم بالقاسم. كريم بالقاسم قال لي شوف ماشي هنا كاين الغشي بزاف، قال لي تحب نبعث لك طوموبيل لواحد القهوه برا من تونس على 12 تاع الليل، كنت ما يجيبك للدار. رحت خذيت تاكسي وصليت هنا. قال لك 12 يعني يحسب لا قبل لا وراء؟ 12 حنا تما ما كانش هذه قبل ولا وراء، ولا قال لك 12 ولا قال لك زوج زوج.
الحين اتصلت الشوفر تاعو وداني لعندو للدار غير انا وياه تسلمنا لاباس لاباس. الاولى دخلت عليه قلت له كيفاش اكرم تقتلوا عبان؟ انا في يعني في راسي كنت اقول بالك يقول لي انا بعثناه للشين ولا كذا. قال لي قتلناه. وقال لي قتلناه لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت له شوف كريم. قلت له واحد كان يمس شعر تاع كريم يكون ما كنتش انت معه. ثم عطات له قال لي قتلناه ولو كان يعاود. قال لك وكون تعاود نعاود نعاود كيما قلت له عيطي للشافاج. جيت من ثم باش ندخل لمروك رحت للالمان عالم تلقي درس دو فرونس. قلت له ماما عبد الله يرحمه. هاي القصيدة تاع كيفاش حتى شكيت انت قلت لكريم بالقاسم هذا الكلام سي منصور؟ اي لما ما كانش في القاهره ما كانش في السينيره ما كانش في طرابلس. لا قصدي كيفاش قلت لكريم بالقاسم كون ما كانش انت واحد ما يقتلو يعني كيفاش جاتك في هذيك الفكره في هذاك الوقت؟ اي كانوا لو كان ما كانش معهم واحد ما يقتلو. كريم بالقاسم. كريم بالقاسم. يعني بوصوف ولا بن طوبال ولا ما كانش. لا لو كان ما مشاش هو ما يديروهاش. يظهر لي ما يديروهاش. من بعد بن طوبال رجع لك يعني كي كنت وحدكم بعد الثوره بان لك نادم حسب ما فهمت انا بان لك نادم بوصوف قال لك ما شوف بن طوبال بوصوف تنتكلم. لا بوصوف ما نظنش باللي كان نادم. انت تكلم لك في هذا الموضوع كي تلاقيته وسالته ودار عليه كتاب فرحات عباس. هذيك لما فرحات عباس كتب لي كتاب وتكلم على موت عبان. انا كنت في جنيف كنت دائما اتصل مع ابو صوف. بقيتوا في اتصال دائم يعني؟ دائما. كي لحق عمل لي التليفون للوتيل قال لي هاني لحقت ماذا بيا نتلاقاو العشيه. قلت له داكور مشيت. لحقت لتما قال لي شفت واش كتب ذاك الكبول حاشاكم؟ قلت له شكون الكبول؟ قال لي عباس. واش كتب؟ قال لي على الموت تاع عباس. قلت له على سي مرغبه عباد ما قتلتوش. الريبونس تاعو قال لي وانا قتلت وحدي. قلت له مانيش نقول لك قتلت وحدك ولا مع الناس. الشيء اللي على بالي قتلته والسلام. ما قالكش شكون اللي كانوا معاه ولا ما قالكش؟ هذا واش قال؟ قال لي احنا كان مشكل مع عبان وهو مع واحد الكوموندون كانوا حبوا يديروا قنب علينا. عبان وكوموندون واحد الكوموندون. قال لي درنا لجنه حكموا عليه باش يتسجن. قلت له سي مبروك قلت له هو حكمته في تونس وانت جبته للمروك وقتلتوه. علاش ما قتلتوش في تونس؟ قال لي هذه هي الغلطه تاعي. هذه هي الغلطة. إيه. قلت له يعني حكمته في تما؟ قلت له في تما والسلام، علاش عطوه لك انت يعني باش تديه لاخر مروك؟ قال لي هذه الغلطة تاعي.